احرم يا سيسي، ده شعار المصريين دلوقتي بعد سقوط شبكة فساد وزارة التموين واللي كشفته التحقيقات والقبض على مستشار الوزير ومعاه 8 متهمين من أصحاب المصالح والمصانع، والمفاجأة سقوط متهمين جدد النهاردة من الأسماء التقيلة. مين الناس دي وإيه آخر تطورات القضية وإيه اللي هتكشفه الأيام اللي جاية في التحقيقات واللي بقت في إيدين نيابة أمن الدولة وتأثيرها على الأسواق والأسعار في الفترة اللي جاية؟ بانكير نبض البنوك. مفيش حديث في مصر دلوقتي غير على سقوط حيتان الفساد في عزبة وزارة التموين، وهي الجهة المسؤولة عن تموين الغلابة وعن الأسواق والأسعار وتوفير السلع للناس، وده بعد القبض على مستشار الوزير للرقابة والتوزيع ومتهمين كتير معاه واللي كونوا مع نفسهم شبكة مصالح المتاجرة في السلع وحبها عن الأسواق وباعها بأسعار خيالية طول الفترة اللي فاتت، وحققوا طبعاً ثروات بالملايين. الجديد في القضية المتهم فيها مستشار الوزير، وهو كان قائد التشكيل العصابي بحكم منصبه ونفوذه ومعاه أصحاب المصانع اللي تتعامل مع الوزارة، وإن في مسؤولين ومتهمين جدد سقطوا في إيد الأمن في الساعات الأخيرة بعد مداهمة مكتب مستشار وزير التموين. وحسب المعلومات تم القبض على مسؤولين في تموين الجيزة والمنيا وبعض المحافظات التانية. كمان مسؤول كبير في شركة الدلتا للسكر، وكشفت التحقيقات ان المتهمين كلهم كانوا ضمن شبكة للتلاعب في الأسواق وحجب السلع عن المواطنين ورفع أسعارها عن طريق تقديم رشاوي ضخمة للمسؤولين في الوزارة. وحسب المعلومات برضو لسه عمليات التحري والتحقيق شغالة للوصول لمتهمين جدد من خلال الاعترافات المقبوض عليهم، والظاهر كده القضية هتكون قضية الموسم وأكبر قضية فساد في السنين الأخيرة، وأن الدولة مش هتسيب أي حد استغل منصبه أو شارك في التربح من قوت الغلابة. وواضح كده في تعليمات من أكبر قيادة في البلد بالقبض على أي مسؤول مهما كان اسمه وتقديمه للعدالة، ومفيش حد فوق القانون والمحاسبة وكله هيجي قدام أمن الدولة. مفيش شك ان التطورات الاخيره هتنعكس بالايجاب على الاسواق والاسعار الفتره اللي جايه بعد سقوط عصابات التموين والتجاره الكبار اللي كانوا مانعين السلع توصل للناس، وغيرهم هيخاف يخزن كيلو سكر واحد بعد كشف المستور وسقوط الكبار. ودي رساله ان الدوله عمرها ما هتتستر على فساد مهما كان حجمه، وكله هيتحاسب من اول الوزير حتى لو ما كانش متورط لكن عليه مسؤوليه رقابيه وهو اثر فيها. أنا أشرفت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.